يعني مثلا هو دائما انا بصوره، وهو مره قال لي يا اخي انت بتصورني دائما، هات الكاميرا، وهو صورني. وهل ف هذه الصورة متواجدة في واخذت أحد الصوره الكتب هاي. التي تصدرها السيد زهراب؟ طبعا هلا الحلو اخذت الصوره هاي مشان اتشرف يكون بجواز سفري الصوره، فاخذته للجوازات، قلت لهم بدي تحطوا هاي بجوازي كذا، ما بعرفونيش تبع الجوازات. قال لي يا اخي هاي مش صوره استوديو، روح تصور صوره استوديو جيب لنا، مش لانه كان في وراي شجر وهيك شيء، عرفتي كنا ببستان بيت رحمه الملك. فقلت له يا اخي حتى لو الملك حسين مصورني ما بتحطوش بالجواز؟ قال لا والله اذا هو مصور بنحطه.